Thank you.
خير الحمد لله على السلامة. انتوا كده من امتى؟ هو من امبارح احنا كلنا روحنا. الوقعة كانت جامدة قوي. ما يوقع على الشاطر. الحمد لله انت بقيتي كويسة قوي. صباح الخير. صباح النور. ازي صحتك؟ لا عال قوي انت قوي النهارده. تمام. هقدر اقوم امتى يا دكتور؟ مش قبل شهر. مش كتير. دي اقل مده علشان تقدر تقف على رجليها. ليه؟ لان اصابتها خطيره ويبقى فضل من ربنا ان قدرت تمشي. لا 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 مش انا اللي هقف على كرسي بقيت حياتي. لا مش انا. قول لهم يا عم قول لهم مش انا اللي هقف على كرسي. فتره محدوده. انا همشي انا همشي على رجليا. واحنا لسه حتى ما كملناش اول حفل. امال هنعمل ايه يا فاتن؟ نشتغل يا احمد. ايوه نشتغل. نشتغل ازاي؟ انتوا مش عارفين ده معناه ايه؟ يا اخوانا ندى لازم لها فتره كبيره قبل ما ترجع زي ما كان. يعني مفيش سوليست غيرها تانيه تنفع؟ ايوه مفيش. يعني خرب بيتنا السيزون ده. يا ريتنا وكنا اعتذرنا عن الفوازير. دول كانوا 30 حلقه. ده غير اعلانات بس. هي السنه دي باينه من اولها كده. كده بقى هنبقى شبه العاطلين بالوراثه. احنا هنبطل عرض بس مش هنبطل بروفات. والبروفا كل يوم الساعه 6 واللي هيتاخر عنده خصم يومين. وخاصه انت بتاع الفوازير. ده قراري الاخير يا جماعه. يا ريت يا ست الكل تفكري شويه صغيره. قرار اعتزالي خد مني تفكير طويل. الحمد لله ان انا قدرت اخرج من الحادثه دي وانا قادره امشي على رجلي. بس الفرقه من غيرك ما تبقاش فرقه. طبعا الفرقه من غيرها ما تسواش حاجه. البركه فيكوا انتوا بقى. يلا جدعنوا واختاروا واحده مطرحي فرحوني. ولا تحب انت تختار يا احمد؟ انسي مفيش حد فيهم ينفع. احمد تلبخت الدنيا. انا ما بلبخش. انا بقول الحقيقه. الحقيقه لو ما طلعتش دلوقتي يبقى مش هتطلع ابدا. قصدك يعني ان مفيش ولا واحده في الفرقه تنفع ترقص مكان ست الكل؟ ترقص اه انما تبقى ست الكل لا. ولا حتى ست النص. لا ده كتير عليا قوي يا احمد. كاميرا الفيديو موجوده. يتمرنوا ونصور ونعرض ونشوف. التكرار يعلم الشطار. كده ورينا يا شاطر. انا مش قادره الكلام ده يبقى سليم لو ندى لسه بترقص. لكن هي خلاص اعتزلت يعني لازم يشتغل بواحده مننا. يو ولا احنا هنفضل نعمل في البروفات دي وخلاص؟ بالهداوه يا جماعه لازم يختار واحده عشان نقدر نفتح. لو اختار واحده منكم تعالوا ابويا. ظهرك يا فاتن. شدي يا لولي شدي يا بريمادونا. شدي كمان اكتر. ليه؟ شد الركب شد الركب. ارجع ورا اكتر اكتر. ليه؟ ربنا يستر الاستاذ احمد يرضى عننا. بقى دي سوليست دي مقتبه متعبها على الارض. والله كويسه قوي. برافو. يا سلام
يا ما بتعرفش تعمل اتنين بروتس. انتوا مفيش حد عاجبكم ولا ايه؟ خلاص يبقى مفيش قدامنا غير ان احنا نلف على معهد الباليه او فرق الشعبيه، يمكن نلاقي بنت يكون فيها بذره سوليست. كل ده عايز وقت، والسيزن ده خلاص، ولو ما فتحناش السيزن الجاي دي هتبقى كارثه. القصه مرعي يا ست هاني. تعالى يا مرعي. مساء الخير يا ست هاني. ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي يا راجل عجوز؟ لسه بدري على النوم قوي يا استاذ. اصلا انا نادر نادر لسيد الطشطوش، لو ربنا خد بيدك وقمت لنا بالسلامه. والنهارده بقى الليله الكبيره، يا ريت يا ست هانم تشرف فينا وبالمره ترمي حمولك على ابو صالح. ابو صالح مين؟ ابو صالح، ابو صالح يا بيه سيد الطشطوش. طشطوشك برضه؟ طشطوشي. سلام يا ست هانم، والله ده راجل سر وباتع والقعده عنده مسليه قوي، والستات دي بيقولوا حاجات لذيذه خالص يعني. يا طشطوشه حبيتك، سبتي جوزي وجيتك، يا طشطوشه يا غالي سبتي بيتي وعيالي. انا عمري ما شفت مولد. طب ما يلا بينا نروح ناخد معانا كاميرا الفيديو، واكيد هنلاقي حاجات تتصور. طشطوشي 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 طشطوشي. Thank you.
سد بقى سكة سكة حسن ده من الست هانم ادعي لها ربنا يقومها بالسلامة. ايه ما بتحبيش الفلوس؟ لا اصل انا زي الفول هو خالي من السوس وانا خالية من الفلوس وشكل البرايز لجمني عايزة اشوفك يا حسنى قبلتي عليا الموالد وانت تلاقيني لو عندك طهور ولا كفارة مسجون هتلاقيني ابعتيلي ابقى تيه العلواني يا عم مرعي. حاضر حاضر
الأبيج النهارده بقى الصلاة على النبي فل وآخر فل. لو كل يوم بقى بالشكل ده هنتهتق من الفول والطعمية إلى الأبد. كل الفل عشان القرشين بتوع الهانم يا يا سلام. لو الست هانم دي كل يوم تيجي تتفرج علينا وتقبجنا الأبيج ده ساعتها بقى مش هعتل همك أبدا يا حسنى. يابا ربنا ما ينساش حالك. ونعم بالله يا بنتي، بس كل العمر ما بيجري قلبي بيكون عليك. خص عليك يابا يا اختي، ما انا زي الفل الفل اهو. لا شهادة ولا وظيفة ولا راجل تعيش في حماية. أبا قول بقى انك شايف لك يا ماما حالي يا اختي، ده انا قاعدة على قلبك للطالون. وانا ليا حد بيدك يا حبيبي معاك. ايدك معايا اطلع يا اختي اطلع. كباب طلعوا في نخشيشي جوعوني. يلا 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 بقى كل وجر نفسك يا قبال. يلا ما جبتلك ايه؟ كفته وطرب ضاني. وما جبتلوش كندوز ليه؟ يا اختي طب ما دي كفته ودي كفته يا قبالي. لا 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 تفرق كتير. الكندوز ده مسمار العقل ويجلي النظر ويمنع الانفلونزا. مالك بتتكلم كده زي بتوع السيمة؟ ايه يعني بتوع السيمة؟ ولا اقل من بتوع السيمة؟ ولا انا اقل من بتوع السيمة؟ يا فنجرة حنك يا قباري. امال انت يعني زي بتوع السيمة؟ يا اختي طبعا زي بتوع السيمة. طب قلدهم لي. قلدهم لك؟ عاوز تتفرج على مين يا قباري؟ قلدي لي ماري منيب. ما لقيتش غير ماري منيب يا قباري. طيب هحاول. حماتك يا تنمية. انت اشتغل ايه؟ انا اشتغل سواقة ست هانم. سواقة. انت اشتغل سواقة؟ انت جاي هنا عشان تشتغل سواقة ولا جاي تسوق الهبالة؟ عاوز مين تاني يا قباري؟ قال لي دي اللي بقى هنفتح القصر. هنفتح قصر ايه؟ يا سلام على الصوابع اللي زي صوابع الموز. انت ست انتي؟ ده انت ست اشهر. انت فاكرين امك؟ عدم المؤاخذة ما عرفتكش عشان لابس جوانتي. مين تاني يا عبال؟ نجمة ابراهيم. نجمة ابراهيم ماشي. محدش بياكلها بالساهل. افتح كل يا شاب. عاملك ايه كمان يابا؟ لقمة عبد العزيز. لقمة ماشي. صلاة. مالك يا مالك يا مفيش حاجة. مفيش ازاي؟ انت بقالك مده واللمه ما بتقعدش مع ده. احنا لازم نروح الاسبيتال يا بابا. صباح يا روحي. شو يا اتفرج عليها كتير؟ حرام عليك يا احمد، انا مش عارفه انت كارهها ليه. دي حاجه دمها خفيف قوي. خير يا دكتور، انا عندي انت راجل مؤمن يا عم عباد. ونعم بالله، بس حضرتك كده يعني وهوشتني. عندي ايه بالظبط؟ بصراحة الأشعة اللي عملناها لك بتقول إن عندك بيبتك ألسر. لا مؤاخذة، أنا ثقفت في الإنجليزي لحد سانكيو. قرحة كبيرة في المعدة. للأسف دي أدت إلى سرطان في المعدة. أمر لله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بدل ما انت قاعد كده تولول زي الولايه، فكر هنعمل ايه لحسنى. وانت في ايدك ايه هتعمله بس يا عم عباد؟ ادي الله وادي حكمتك. مش فاهم ايه الجشع اللي مالي قلوبكم ده.
ما انا عايز الكليه بكام؟ هم 25,000 ولو قلت لي ازيك هقول لك لا. يفتح الله 30,000 خس مدين شوف لك حد أنا هنا يا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا الله يسلمك من كل شر. الحمد لله على سلامتك يا باري. شكرا لك. الفلوس دي بتاعت ايه يا بتاعتك يا بنتي؟ جبتها منين؟ أنا ما جبتهاش، هي اللي جت لوحدها علشان تبقى سندك في الدنيا يا حسنى. تعدم حسنى لو ما قلتلي الفلوس دي جبتها منين؟ أنا بعت كليتي. وصلتي؟ وصلت يابا؟ بعت خليتك؟ ليه يا؟ لا مصيبة ولا حاجة يا بنتي. يا لهوي ربنا خلق لنا خليتين، والدكاترة بيقولوا إن الإنسان ممكن يعيش بواحدة، ولما يبقى فيه مريض محتاج لفردة نستكترها عليه علشان يعيش بيها لحتى تبقى قلة مروة يبقى طمع. مش وقت عتابي يا حسن، لو بتحبيني صحيح غنيلي افوت افوت ونوت وزموخ ويأكل وعيش في العيش وعمري وكلها بشرفي مش بالغش أقول الحق بوس لوس وريح مخي وغلي فس تكرمش وشك وزي يموت وأدوخ وأكل
صدقني مفيش غيرها. دي فرقتك وانت حر فيها. مش مقتنع؟ لا طبعا. ما يتهمنيش ان واحده بترقص في مولد ممكن في يوم من الايام تبقى سوليست. يا احمد كل بنات الفرقه بيعملوا الحركه كويس انما من غير احساس. البنت دي بتحس بكل خطوه بتعملها، بكل كلمه بتقولها، موهوبه. على كل حال احنا مش هنخسر حاجه لو جربنا. لو نفعت كسبنا بطله، ولو ما نفعتش ضيعنا وقت ومجهود وفلوس. لو قاف ما عنديش حاجه ضيفها لكم غير القهوه. ولا يهمك، قهوة المحب خروف. حلوة صح؟ اضحكي بقى، هيبقى من الميت. هيا يا حسن، أنا بعرض عليكي تشتغلي عندي. شغالة؟ بقى بعد ما يموت قبالي جاي تهزي طولك عشان تقولي تعالي اشتغلي عندي شغالة؟ مين قال كده؟ إيه يا مرعي؟ ما تتكلم. لا يا حسن، أنت فاهمة غلط. امال ايه العباره؟ انت هتشتغلي معايا في الفرقه. فرقتك؟ النمره غلط. ليه يا حسنى؟ وانا اعرف اعمل حاجه من اللي انتوا بتعملوه؟ ده انا يا دوبك حبه شقلبظات، حبه قلبندات اللي كنت بعمله في الموالد. لان ما حدش علمك. انا هعلمك صدقيني. يعني بعد ما شاب ودوكوا التاب. شاب ايه؟ هو انت كلك قد ايه؟ ما تروقي بقى. صدقيني لو عندك رغبه في التعليم هتبقي احسن واحده، هتبقي احسن مني انا كمان. حتى الضحكه الاخرى بقت مره في حنكي. سايق عنك النبي يا ست هانم، ما تحركيش دماغي، تخليني احلم واطير فوق في العلالي وعدها صح وانزل على جدور رقبتي. الأرض هنا صلبة. صدقيني مش هتقعي معايا، هتحققي كل أحلامك. أحلامي؟ أنا بكلمك جد. عارف إيه اللي بيضحكك؟ إيه؟ ضحكة من غلقة وضحكة من قلقة وضحكة من قلة النصفة. يا هانم أنا كان كل حلمي إن أعيش أنا وأبويا مستورين. كل همنا لقمة وهدمة يضمن لي بها مستقبلي. لكن مات، مات وفاتني وحدانية زي أنا بالظبط. أنا هنعيش سوا يا حسني، هكون لك أكتر من أخت. إن شاء الله يخليك. ليه يا حسني؟ أنا هعلمك كل اللي أنا أعرفه. ما تتعبيش روحك، هخليكي أحسن فنانة في مصر. بلاش، جربي مش هتندمي. على رأيك يعني هكون هخسر ايه أكتر من اللي راح؟ هجرب. شابك كده وسخت الارض. ازاي يا سنيه بتكلميها بالشكل ده؟ عندها حق يا هانم، عندها حق. ما هو كده دايما، الفقير بيدور على فقير زيه عشان يتمريس عليه. وقال على راي اللي قالوها، ما لقوش عيش يتعشوا بيه قال جابوا عبد عشان يلطشوا فيه. ايه اللي بتقوليه ده؟ سيبيها لي. انت طب ويا كده ليه يا بنت انت؟ شايفه الارض اتطيرت ازاي؟ ده انا طلعت عيننا مش شغالين عشان ننضفها. معلش دكتور انا هنضفها لك. امسحيها فيا المره دي، امسحيها فيا انا هنضفها. شوفي ايه اللي بتعمليه ده؟ اللي وسخ حاجه ينضفها يا استهانه. عيب 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 اللي فيه دي فومي. عيب عيب. ثانيه عندها حد من شغالين من جوه يجوا ينضفوها. حاضر بسرعه. بقولك ايه؟ نعم. عايزاكي تبلغي كل الشغالين يعملوا حسنى زي بالظبط. اطلعي وضبي الاوضه اللي فوق دي، هتبقى اوضتها.
ملوش لزوم لده كله استهان. اسمعي يا حسنى، انا مش عايزه اسمع منك كلمه هانم دي تاني، فاهمه؟ حاضر حاضر يا هانم. خشي يا حسنى، ايه رايك؟ رايي دي هتبقى اوضتك. ايوه اوضتك. حلوه؟ لا حلوه. بصي يا حبيبتي، خشي غيري هدومك، استحمي، ها؟ لغايه ما يحضرونا لقمه ناكلها. ماشي؟ جاكوزي. جاكوزي؟ مش نادنا من غربتنا؟ غير هزة جبتتنا. الجاكوزي ده حاجة كده زي التجليد. التجليد بتاع الحمام البلد يعني؟ مظبوط. وده الشامبو بتاع الشعر. بيدلك الشعر رخر؟ لا، ده بيرج الشعر. جاكوزي وشامبون. أمال فين الشابون؟ إيه؟ الشابونة. الله، شفتي بقيت يا اموره ازاي لما قلعت الاسود؟ الشاكوزي. اقعدي يا حسنى اقعدي. لا لا لا، سيبي الكرسي ده، تعالي هنا جنبي. ازيك يا عثمان؟ يا سلام عليك ولد. لما تبرد وما تطلعيش صوت. اكتم يعني؟ ايوه. ده ما اسموش اكل بقى. انا ماليش في الهواء ده العادي.
ايه يا حسنى رايحه فين؟ شبعت. هو انت كلتي عشان تشبعي؟ هو ده بقى اللي انتوا بتسموه الاكل؟ ده انا حاسه كاني دخلت الجيش وست ثانيه عماله تتنحنح لي، عامله لي فيها الفه يا اختي، مانيش واكله. عادي بس ما تبقيش عصبيه. عادي قعدنا خلاص، كلي براحتك. براحتي؟ ايوه براحتك خالص، سيبيها يا ثانيه. ولا نسيتي؟ طيب يا ام قلب حنين. يا اخوانا احنا لسه في بروفا، من فضلكم اسكت. حسنى هتقفي زيهم وتبصي في المرايه. هبص في المرايه. هتبصي على اللي جنبك وتحاولي تعملي اللي هما بيعملوه. هعمل اللي هما بيعملوه. امسكي البار. ايه بار؟ بار. ده اسمه بار يا حسنى. ده اسمه بار يا حسنى. هتقفي على البار. هتقفي على البار زيهم. زيهم؟ كده انت واقفة على البار، تمسكيه تقفي دغري، وده اسمه وقوف على البار. وقوف على البار. حسنى هنا مش مولد. مش مولد. هنا تمرين. مسكي البار. مسكي البار. اوكي يا اخوانا. هنعمل رستياشكا. الرجل الشمال على البار. اعملي زيكم. المشط مشدود. الركبة مشدودة. الظهر مفرود. افردي الركبة دي. افرديها. رجلك مفرودة على طول، ظهرك دغري، رجلك دي مشط مفرود، الركبة مشدودة، من الرجل من المشط للفخذ، من المشط للفخذ. حسنى والله البت دي بره. لا يا مادري مش كل الدهر اللي يتاكل لحمه. انا برقص انما ما تقربش. لا يا اختي بلا قله انا. ايه يا حسن؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ بقول لك ايه؟ اسمع يا عم مرعي، انا ما عملتش حاجه يا اختي، انا لا ليا في التقريص ولا في التمغيص، انا اترقص ما اتقرصت لا. تقريص ايه وتمغيص ايه يا عبيطه انت؟ يا بنت ده بيعلمك بيدربك على الرقص. اسمع والله ما في حاجه في دماغه من اللي انت بتفكري فيها دي خالص. يا اختي وانا اعمل ايه؟ انا اول ما ايده لمست رجلي ما حسيتش غير وايدي بتسلم على خده. كان سلام تقيل قوي يا حسنى. النبي صحيح. انا ما كان قصدي. دبرني يا عم مرعي اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجه، تعمليش غير اللي انا اقول لك عليه وبس. انا هكلم الست ندى، هي ليها دلال جامد عليه. بكره هتاخدك معاه وتطلعي له، هتعتذري له قدام كل الفرقه. ماشي؟ قدام كل الفرقه؟ ماشي. خلي بالك يا حسنى، عمايلك دي كلها في وشي انا. طب والندى اللي بيض وشك يا عم مرعي؟ يا رب. Yeah.
خير. طب يا جماعه، حسنى جايه تعتذر لاستاذ احمد قدامكم كلكم. خش يا حسنى. انا متاسفه يا استاذ احمد. اتفضلي اقعدي هناك وشوفوا بيعملوا ايه. قلت اتفضلي مكانك، واظن كفايه عطل اكتر من كده. طيب حاضر من خرم الإبرة. 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. متنساش ان احنا بنقدم بطلة جديدة في الفرقة. هي حلوة؟ قصدي كويسة؟ اهي جاية اصلا بنفسي. صاروخ ارض جنبك. ايه يا حبيبي؟ انت كده على طول ولا ايه؟ هو في كده في سمتك؟ في حاجة تلاقي؟ ماله ده؟ في ايه يا نظر؟ ما حد يتقال له في ودنه. الاستاذ بسام مخرج الاعلانات. ومكتشف الحلوين اللي زيك، وممكن اعمل نجمه منك في ظرف شهر. قلت ايه؟ ما عطلكش. انا ما بشتغلش غير في فرقه المدام ندى. ما هو ده مش هيعطلك عن المسرح، وهتاخدي 5000 دولار في الاعلان الواحد. خف يا حبيبي، انت جاي تعمل لنا شغل ولا تعطلنا؟ يلا من وزير حسن. اتفضلي روحي بسي. حاضر يا استاذ احمد. We'll be right back.
شيء مستحيل، خطوة واحدة لما تبدأ بكرة تبقى قلبي ليك. شمعة واحدة هتساعدني، لو ظلامي الكون طاردني، شمعة واحدة هتساعدني، والصحاري اللي طاردني حجري فيها كأني نيل. مستحيل إني أصدق إن في شيء مستحيل. مهما طال الانتظار انتصار اليأس عار، مهما طال الانتظار انتصار اليأس عار. مين يقول ان النهار مات معاه شمس الأصيل؟ مستحيل اني اصدق ان في شيء مستحيل. حرمتينا من فنك الجميل، ولكن يشفع لك انك قدمت لنا فنانة عظيمة نشكرك عليها. اللي لازم يتوجه له الشكر هو استاذ احمد، حقيقي قام بمجهود جامد معاه، مش كده يا استاذ احمد؟ ميرسي، بس مادموزيل حسنى موهوبة فطريا وتعبت كتير في التمرين، وعلى اللونج ران هيبقى ليها شأن كبير. طب سؤال تاني، يعني هتبقى احسن سوليست في البلد؟ هي عندها رغبة وإرادة، وممكن بالتدريب تبقى احسن سوليست. ده طبعا لو حبت. مش كفايه اسئله بقى، احنا النهارده بنحتفل بالافتتاح بطلتنا الجديده. يلا يا جماعه البيفيه. بتاكلي اللي انت هتاكله؟ تحب كانيلوني؟ انت بتحبه؟ ايوه. انا كمان. تحب روزبيف؟ انت بتحبه؟
ايوه كمان. تحب ورقة عنب؟ انت بتحبه؟ لا وانا كمان. ما انت لازم تختاري حاجة. حكوا اللي انت هتختاره لي. خايف اختار ما عجبكيش. جرب هتلاقيه عجبني. هو ايه ده؟ ذوقك. تحبي ترقصي معايا؟ تحب انت؟ طبعا. الجو بتاعت المولد خدت السولو وبطل الفرقة. اشربوا وانتوا ساكتين، بلاش تجيبوا في سيرة الناس لحسن تشرقوا. انا مش فاهم انت ما دخلتيش معهد الخدمة الاجتماعية ليه؟ علشان مش بحبه يا بايخ. ازيك يا مالك؟ اهلا مايسترو. اهلا استاذ جمال. ايه الجمال ده؟ ما فين مدام ندى؟ موجودة. بص بص اهي. بص بص اللي انت لازق فيها. هلو مايسترو. اهلا حبيبتي. كويس انك جيت. الهدايا اللي انت طلبتيها مني. شكرا قوي. هلو يا جمال. ازيك؟ اتفضلوا اتفضلوا. منور يا جمال بيه. سوري يا جماعه انا هعطل عليكم الرقصه دي. حان الوقت ان احنا نقدم هديه بسيطه جدا من إدارة المسرح لبطلتنا الجديدة. اتفضلي يا حسن. كده انت شربت كتير. دي شامبانيا يعني ما تأثرش. السكر مش هيحل مشكلتك. صحيح انت لازم تكوني فايقه ورايقه عشان تعرفي تحلي مشاكلك. ازاي؟ اتنسيون نيتون في الدار. انا مش فاهمه غيرتي ليه؟ ما الفستان اللي عليكي كان حلو. ده احلى هيبين السلسله اكتر. يعني انت غيرتي الفستان عشان الكريستاله ولا عشان الاستاذ احمد؟ اثنين. يلا روحي بقى. بقول ايه يا احمد؟
ابقى فكرني قبل ما تمشي تاخد معاك الفلوس عشان تدفع لبتوع الاعلانات وبالمره ايجار المسرح. ما تبعت لهم شيكات. رفضوا. اوكي. دخلتي هنا؟ ليه؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت بسرح شعر. في المكتب يا حسنى؟ وفيها ايه؟ فيها انه في فلوس اتاخدت من المكتب وثانية بتقول انه محدش دخلها غيرك وخرجتي مش شايفة قدامك لدرجة انك كسرتي البازة. بجري علشانك عشان تلحقي تخبيهم مش كده؟ خلاص يقطع لسانك. لو الفلوس دي فيها مية المحياة ما تلزمنيش ولا عمري ادني نفسي عليها. ايوه اعمليهم علينا بقى. مفيش غير البوليس هو اللي يقدر يقررها ويخليها تعترف هي ودت الفلوس فين بتاعت الموالد دي. استنى انت. استنى انت وهي. انا ما انكرش ان بتاعت موالد. لكن ايه ده يا دول؟ انضف منكم كلكم. مالكم من ساعة ما دخلت الفرقة. كل واحدة فيكم بتبصلي زي ما اكون قتلت لها قتيل. مع اني حبيتكم بجد. افتكرتكم عيلتي بجد. الله دي هتلبخ بقى. مهما لبخت مش هيكون اكتر من الطين اللي رميتوني بيه. ان ما لزقش علم. هي حصه انشا. فين الفلوس؟ قوليلي يا حسنى قوليلي. لو كنت محتاجه فلوس قوليلي. انا عمري ما حوشت عنك حاجه. يا خساره. انا حبيتك حبيتك قوي قوي. دخلتك بيتي. انا خليتك بطله مكاني. فلوس ايه يا هانم انت يا ام فلوس؟ لو كنت عايزه ورق ملون ما كنتش همد ايدي على فلوسك. كنت قبلت الفلوس اللي ابويا باع بيها كليته. ما كنتش على فلوسك عند حد تاني يا هانم. فتشي جواهم. كنت تلاقي حاجات تانية مسروقة منك أغلى بكتير من الفلوس. بتكون قرف. حسنا استني. رايحة فين؟ رايحة أشم هوا نضيف. غلط يا حسنا. لازم تستني لغاية ما الحقيقة تظهر. حقيقة؟ الحقيقة باينة زي الشمس. أنتوا اللي عينيكوا اتعمت عنها. أنا لو مشيتي دلوقتي التهمة هتثبت عليكي. تهمة؟ بقيت تتكلم زيهم. أرجوكي. مش عايزة أفهم حاجة. أفهم إيه؟ خسارة. خسارة تعب الليالي اللي تحبته عشان أبقى حاجة تليق بيك. لكن الحقيقة إن كلكم ما تسووش التراب اللي بدوس عليه. امسك. ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش عارفه.
حاسه ان انا اتكسرت تاني. يا سلام. وهي ما اتكسرتش؟ ما دفعتش عن نفسها ليه؟ وتدافع عن نفسها ليه؟ ايه اثباتك ان حسنى سابت؟ عايزني اكذبهم كلهم واصدقها هي؟ ايوه. بأمرت ايه؟ بأمرت ايه؟ بأمرت اخر مره كلمتني فيها انا. بأمرت اول محاضره اديتيها لي لما جت. فاكره قلت ايه؟ انا مش فاهم. ما خدتيهاش وكلمتيها على جنب ليه بدل ما تفضحيها وسط الناس؟ انت بتكلمني كده ليه؟ عشان اللي عملتيه ده هد كل حاجة واولها فرقتك. رحمني رحمني، ما تقتلنيش اكتر من كده، رحمني. انت اللي من غير ما تتأكدي قتلتيها وحكمتي عليها بالاعدام. في حد معاكي؟ نو. انا برضو قلت ان الليله مش هتعدي فشوش. مبروك عليك حسنى. وانت ايش عرفك اني مضيت معاها العقد؟ العصفورة قالت لي. أحب مخك. الوحيدة من بين زجاجات الهواء النقي التي تحتوي على 7 نفس.
وشها. هاي جيران طيب يا مسلم حضرت تقول خش الفراخ جربها فيه غلط. واو يلا في حاجه يا سنيه؟ اتفضلي يا هانم. ايه دول؟ دي فلوسك يا هانم. فلوس ايه؟ فلوسك اللي اتسرقت منك. ايه؟ فلوس اللي اتسرقت؟ ليه اتهمتي حسنى؟ حبك ليها مش هيخليكي تطلبي البوليس. يلا اكشن. مرعي انت نسيتني. اهلا يا مرعي. في حاجه؟ عايز الانسه حسنى. وانت بقى اللي بعتينك عشان تاخدها؟ غريه بسام بيه، ما بلاش تصطاد في المال عكره. انا ما بصطادش، انتوا اللي طردتوه. محدش طردها ومحدش يقدر يطردها، وانت عارف كده كويس، والمثل بيقول يا داخل بين البصله وقشرتها. عندك هناك اهي، روح لها. يلا اجز بالشوط اللي بعده. ازيك يا حسنى؟ مرعي. ايوه عمك مرعي. كويس انك لسه فاكره. ايه اللي فاكره؟ ودي حاجه تتنسي؟ خير يا عم مرعي، في حاجه تانيه اتسرقت؟ استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده بس يا بنتي؟ ما خلاص الحقيقه ظهرت، سنيه اعترفت هي اللي سرقت وبراءتك بانت قدام الكل. انت كمان كنت شاكك في براءتي؟ حتى انت؟ لا لا يا حسن، لا يا بنت، انا عمري ما. طب سكت ليه؟ ما عملتش حاجة ليه؟ ما دفعتش عني ليه؟ ما قلتلهمش دي حسن اللي انا ربيتها ومش ممكن تعمل كده ليه؟ ما قلتلهمش ان احنا منطينا واحدة ليه؟ ما قطعتش هدومي من عليا وعرتني قدامهم ليه؟ مش كده؟ يعني لو سنية ما كانتش اعترفت كنت بقيت انا في نظركم حرامية؟ كفاية حسنى كفاية، انسي اللي فات ويلا معايا. على فين؟ على فين ده ايه؟ على بيت الست ندى. بالبساطة دي؟ انا ما عادليش مكان وسطيكم. وانا مش ممكن اسيبك في اللي انت فيه ده. انت امانة في رقبتي يا حسنى، وصية أبار الله يرحمه. وصية أبار الله يرحمه. دلوقتي بس افتكرت وصية أبار الله يرحمه يا عم مرعي. ويا ترى لسه فاكر إن أنا ما قبلتش أعوض على كلية أبويا؟ في الآخر سرقوني ليه؟ وأنت بالذات
حاجتك ليه؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه يا حسنى. طب لو جبت لك الست ندى لغايه عندك تتاسف لك وتستسمحك؟ ما تحاولش. مش راجعة يعني؟ مش راجعة. ندمانة على الحلم اللي كان بين ايديا وضاع مني. انا رحت لها. رحت لها واعتذرت على غلطة انا ماليش يد فيها. رفضت اعتذاري. وهانتني. عندها حق. انت كمان هنتيها قدام الناس كلها. ولا انت ليك الحق تهنيها وهي ملهاش الحق ترد الألم اللي خدته؟ الكلام ده من قلبك ولا من عقلك؟ هو انت ولا هي سبتولي حاجه سليمه افكر بيها؟ المهم روحي لها تاني. لا، مش انا اللي اروح لها واعتذر لها تاني. لا لا، ما اسمحلكش تتكلم عليها ربع كلمه. انا بقول لك اهو، دي بنت بلد تموت من جوع ولا تغلطش. بقول لك اهو يا عم انا مالي، ما تروح تشوف صورها المتلزقه على الحيطان. اخلص خلصت المره. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مفيش. يا ساتر يا رب، الناس بقت وحشة قوي. ايه يا مرعي في ايه؟ حسنى، حسنى بنت عم قبال الله يرحمه، اللي كانت منورة المسرح وملعلطاء، اللي كانت كده. مالها فيها ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اتكلم انت، في ايه؟ اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ الجدع ده اللي هو لا جدع ولا حاجة، بيقول انها ماشية ماشي وحش، وانها بترقص ولا مؤاخذة في كباريه. كباريه؟ هو انا ايش عرفنا بيه؟ بس لو الحكايه دي طلعت صح لا قدر الله يعني، يبقى ما فيش وراها غير المخفي اللي ما يتسمى. بس ام ايه
حسنى فين؟ نعم. عايزين ايه؟ ناخدك لبره الامان. ما لقيتهوش عندكم. انت ما استنيتيش يا حسنى. جريتي. كان لازم اجري. كان لازم اجري قبل ما يجي البوليس. وادخل السجن. واتهم بتهمة ربنا عالم ان انا بريئة منها. كنت عايزانا نعرف ازاي؟ ما جمعتيش كل الفرقة وامرتي بتفتيشهم ليه؟ ما امرتهمش يخشوا اوضتي ويفتشوا حتة حتة في هدومي ليه؟ ما فكرتيش تقفي جنبي لحظة خلعت توبي وخرجت بره جسمي نسيت كل حاجة كل حاجة تعودت عليها هنا عشانك انت عشان استحق اقف جنبك على المسرح معرفتش تقول لهم استنوا استنوا بس ممكن تطلع البت بتاعت الموهبة دي مصر خليت البت بتاعت الموالد بت حرامية حتى في يوم نجاح عارفين عارفين عملت فيها زي ايه
زي العين اليتيم. اللي اديته له لبس جديد يوم العيد يعيد بيه، وخدته منه هدمته القديمة. فرح وخدها في حضنه ونام. لما صحي من النوم ملهاش جنبه غير هدمته القديمة أنا بمدلك إيدي تاني يا حسنى، أرجوكي أرجوكي ما ترفضيش. آسفة آسفة يا مدام ندى، إيديكي كلها شوك. حسنى أحمد، بعد إذنك يا أستاذ أحمد، أنا تعبانة، ممكن أرتاح شوية؟ Thank you.
لما تلاقي الباب مقفول والايام بتلك على طول اوعى في يوم تغلط وتقول الايام ده ملهاش معدول. تعمل ولا عدل عبدك وارقص الرقص مش معقول وامشي كانك لسه مطعم ولا يتبس عليك اسطول يمكن رميت بحر وتخليك تحلم وتنول. حيا الخطوات وارفع المد الالحان في النحت يدور غامض ايه بتهرب تتعب تحلم تفصل للمحصول. اصل الدنيا دي لعبه كتير لعبه خطيره وليها اصول فافتح عينك صح ضريك حاسب نفسك